كانت بالأمس هناك دعوات من قبل لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم وفي الخليل، ونحن نتحدث عن جنوب الضفة الغربية. هذه المدن وكما شاهدت على الهواء مباشرة أمس شهدت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكأنها تحولت إلى ساحة حرب. من المتوقع بعد المسيرة إلى هذا المكان دوار ابن رشد أن ينطلق الشبان الفلسطينيون باتجاه منطقة باب الزاوية قرب الحاجز 56 المقام في المنطقة، وذلك للاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني بدت أسمع أصوات، وعلى ما يبدو بأن المسيرة الآن يعني تتقدم في هذه الأثناء. سنحاول رصد لكم الصورة. انطلقت من مسجد الحسين بن علي في منطقة عين سارة وسط مدينة الخليل، وهذه المسيرة ستصل إلى دوار ابن رشد كذلك في منطقة عين سارة مع نهاية الشارع بالقرب من دواري المنارة والصحة. وكما ذكرت من المتوقع أن يخرج بعد ذلك الشباب الفلسطينيون باتجاه منطقة باب الزاوية، وذلك للاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس وزارة الصحة كانت تحدثت عن 24 إصابة في الخليل جلها بالرصاص المعدني المطاطي، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني على الشبان الفلسطينيين، وكانت في هناك مشاهد لمواجهات قوية حقيقة وقعت في الخليل تحديدا في منطقة باب الزاوية. استخدمت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، قنابل الغاز، أطلقت من خلالها أيضا الرصاص المعدني والرصاص المطاطي، واستخدمت في بعض الأحيان الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين الذين جاءوا نصرة لمدينة القدس المحتلة. نشاهد أعداد الآن كبيرة من الفلسطينيين يتقدمون، وهذا كله نصرة للمسجد الأقصى لمدينة القدس المحتلة، بالإضافة أيضا نصرة لقطاع غزة وما يحدث من أحداث واستهداف للمدنيين والشهداء الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية. سأحاول الاقتراب أكثر لنتابع هذه الهتافات الغاضبة التي تنطلق من حناجر الفلسطينيين حقيقة هنا في مدينة الخليل. وكنا بالأمس حازم قد تحدثنا بأنه في حال وصلت المسيرة إلى نقاط التماس وتحديدا في مدينة بيت لحم عند المدخل الشمالي فإن قوات الاحتلال ستقمعها، وفعلا هذا ما حدث. اليوم من المتوقع أن تقمع قوات الاحتلال هذه المسيرة، خاصة وأنني علمت قبل قليل أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في منطقة باب الزاوية. نصل حازم الآن يعني على مقربة من هذه المسيرة. هذه هتافات نصرة للمسجد الأقصى. استمرار المسيرة باتجاه باب الزاوية. إذا حازم في هذه الأثناء بقرار تنظيمي من حركة فتح استمرار المسيرة. وعسكر فتحاوي عسكر وعسكر في داي عسكر وضعهم مصرح تصريح. إذن استمرار المسيرة كما قالوا بقرار تنظيمي باتجاه منطقة باب الزاوية، أي باتجاه نقاط التماس، والأعداد كبيرة. ومن المتوقع طبعا أن تخرج قوات الاحتلال مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين يهتفون بالقدس، على القدس رايحين شهداء بالملايين. وهذا نعم حازم، هذا يعني أن الأمور ربما ستكون ساخنة هذه الليلة عند باب الزاوية قرب الحاجز 56 كما قلت لنا، حيث المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. صحيح، يعني من المتوقع أن تكون هذه المواجهات ساخنة،
وأن تتوتر الأوضاع أكثر حقيقة في منطقة باب الزاوية. دقائق معدودة فقط ونصل إلى خطوط التماس، وكما ذكرت بأن الأعداد كبيرة وهذه المسيرة التي تخرج باتجاه نقطة التماس، ولكن أذكر بأن التعزيزات حاضرة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي عزز من وجوده ومن انتشار جنوده ينتظر هذه الأعداد ليقمعها بقنابل الصوت والغاز، وإذا ما احتدت الأمور ربما يستخدم الرصاص الحي. الأوضاع جدا متوترة هنا في الخليل. كانت بالأمس خرجت مسيرة كبيرة وشهدت المدينة مواجهات حتى الثالثة فجراً،